ما بعد تسليم شركة تخطيط الطرق والسكك الحديدية نتيفي إسرائيل أوامر إخلاء لعدد من أصحاب الأراضي في قرية جلجوليا في المثلث وبعض القرى المتاخمة لها، قرر أفراد من أصحاب الأراضي في قرية جلجوليا عقد اجتماع طارئ في خيمة الاعتصام المقامة في إحدى الأراضي، يجمع كل من نواب الكنيسة وسياسيون آخرون لإقرار الخطوات الملزم اتخاذها للتصدي لمخطط سلطات الاحتلال. شارع عبر إسرائيل 6 استقطع 70 دونم، شارع 4-4 استقطع ما يعادل برضو 70 دونم، شارع 5-3-1 استقطع حوالي 60 دونم، فإحنا ما ضلش عندنا أراضي اللي نقدمها للدولة ولا للشعب في داخل الدولة. إحنا في حاجة للحفاظ على أراضي احتياطية لجلجولي وتوسيع جلجولي ولأبناء جلجولي. المخطط الكرة العربية اللي بمس فيها في منطقة المثلث هو جلجولي، طيري، الطيبة وكلنسوي. إنه من كل مشكلة ممكن نعمل فرصة، هذه فرصتنا في جلجولي إنه نثور على الظلم اللي إحنا وقع علينا من خلال 30 سنة الأخرانيات. آخر 30 سنة انعمل عدة شوارع في إسرائيل مركزية، تحولت جلجولي لقيتو، يعني مساحة جلجولي هي 2500 دونم كليتها، منها 800 دونم للسكن، وتحولت لقيتو بشكل لا يطاق. فيما تعاني القرى العربية في المثلث من مشاكل عديدة بسبب المشاريع التي اقتصت مئات الدونمات من مسطحها، يضرب الاحتلال بعرض الحائط الأزمة السكنية التي تشهدها البلدان العربية في المثلث لإنجاح مخططاته التي تضر العرب وتفيد اليهود. عندما نسمع مقولة مصادرة أراضي لصالح الجمهور فالأراضي تكون عربية والجمهور المستفيد يكون يهودي، هذا صحيح في كل الحالات وصحيح بهذه الحالة عينيا. هناك قطار سيمر سيأخذ من أراضي جلجولي، الطيبة، الطيري وقلنسوة، ولكنه لن يقف بأي محطة في هذه التجمعات السكانية العربية، بل سينقل بضائع من تجمعات سكانية يهودية إلى تجمعات سكانية يهودية أخرى على حساب الأراضي العربية. هذا خط السكة الحديد كان ممكن يكون غربي جلجولي خارج منطقة نفوذها، وإنما جلجولي اللي فيها فقط 1800 دونم كل مساحتها جاء ليحاصرها، جاء ليقتلع الكثير من أراضيها ومنع إمكانية استغلالها. هذه السياسة واضح أنه نتصدى إلها سياسيا، نتصدى إلها جماهيريا، ونتصدى إلها كسلطات محلية ولجان شعبية، وهذا المهم أن يكون الخطوة واحدة، الكلمة واحدة، ولا نقبل أن يستفردوا في أي صاحب أرض من هذه الأراضي، حتى أنه في حال أنه أخذوا أعطوا تعويض لأي مواطن ممكن هذا التعويض يضرب إمكانية النضالات الأخرى. لهذا السبب توجهنا وما زلنا نتوجه لكل جمهورنا أن اصمدوا في أراضيكم، وهذه هي معركتنا، معركة الوجود تبعتنا، معركة الأرض. منذ عام 1948 أقام الاحتلال 700 تجمع سكاني لليهود دون العرب، واليوم لا يزال يطمع بمصادرة الأراضي العربية لإقامة مشاريع يستفيد منها اليهود فقط. خليل أديب، جلجوليا، قناة مساواة.